عواتا عواتا. وطن عواتا. أبا هيج أنا وضعي فوق الألف، فوق الألف. أنا محظوظ، أنا مكرم، الحمد لله رب العالمين. إلي 6 أشهر نشكر الله، جميع الفحوصات إيجابية، الفيروس مكلي أكل. اسكت يا اللهي يا وجيه المكيف، شو كوكتيلات حاي وعصير وكروزات دخان كروزات. اليوم كانوا بدهم يجيبوا لي، قلت شاورما. ايوه طبعا وانا شاورما، جيبوا لي ستيك، جابوا لي ستيك. الله يطعمها لكل مشتي. الحمد لله انا مبسوط كثير. مين؟ اني وجيها مالها؟ تجوزت؟ طب ما هذه رابع مرة بتتجوز، الله ينكبها، شو اعمل لها؟ انا عرس يا زلمة، بقول لك انا مكور، انا مستوي لا نقوط ولا غيره، انا والله ما بعرفها يا اخو. انا ما حدش يجي علي. لا يا زلمة عمتي اوعى تيجي. يا زلمة انا مكور، بقول لك حالتي خطيرة، انا بالاكسجين، شو بدها تيجي تسوي عندي؟ بعرف ابنها جاي من ليبيا، هو حدا بيجي من ليبيا؟ ما هو يا اخوي هلا مفلسين اخوتنا في ليبيا، كان زمان محرم، هلا علي اكيد جاي بده يطرقني 50 دينار. قول لهم انا مكورن يا زلمه، انا بالاكسجين في الانعاش، مش انا اللي بحكي معك، هذا خيالي. حبيبي وجهي وحدا يجيني، والله امي ولدتني ممنوع تصورني. حبيبي حبيبي اسمع بس، والله 150 شيك راجع علي، ولا هم قادرين يودوني على المحكمه. من مكورن يا زلمه، كيف بده يودوني على المحكمه؟ انا محجور. الحمد لله كل فحوصاتي ايجابيه، قالوا لي يمكن الفيروس يضل فيك 5 6 سنين ان شاء الله. الغلا مثل البلد. انا شو دخلني يا حبيبي؟ انا مكورن يا زلمه، اذا بدي اشوف حسين الجسمي بدي ابوسه من بين عيونه. ما انت مش عارف شو صار، انا حطيت له كومنت عنده على الفيسبوك، حط لي لايك بنفس الليل يكون عليك. هذا لو سلمت عليه توفيت يا زلمه. حسون حبيبي، حبيبي حسون، اسمع حقيقة الدكتور، خلص برجع لك برجع لك، انا في الانعاش، انا في الانعاش، ما حدش يجيني. ها دكتور ان شاء الله الكورونا مستقره في ايه، يلا لبسني البمبرزي. يا زلمه شو بمبرزي؟ شو بتعمل تعمل يا زلمه؟ وصدقني ما فيك شيء يا زلمه، كل نتائجك سلبيه. مش هذا هو يا زلمه، مش هذا الله تروح تعرف قال شو؟ قال روح نخصم منك من راتبك. معالي الوزير نفسه قال لي اذا ما روح صدقني لا روحك انت من المستشفى. يا زلمه كيف تروحنا يا زلمه؟ الكورونا مشتني. انا تعبان. انت تعبان يا حبيبي؟ انا بكره. بدي ابوسك. بدي اعطيك عادي. يا عمي والله مكورن يا زلمه، ان شاء الله اسمع، مش الاردن فيش فيها الحمد لله حالات، خلوني انا حالي للحسد، نبعد الحسد، مش كل 8 ايام بتطلع حالي، خلوني انا اللي بتطلع كل 8 ايام. يا سيدي انا اللي بدي تطلع، انا طيب خلص بدك تحكيني، فيش فيك شيء، هاي مرتك اجت، تعالي يا اختي مشان الله. شو جابها هذه؟ جابني جابني عيني، وانت تعرفني ويا جهر بالبيت. ها شو بضلك بعدين الكهرباء انا منين اجيب فلوسها؟ تفضل عيني، هاي مال الشهر الماضي، هاي مال الشهر هذا، فاتورة المي، بدي اجيب اكل من الجيران، هاي شنو؟ برتقالة؟ ابنك ما شمها ولك ابنك ما شمها، ابنك ما تستحي. شو البرتقالة ابنك ما شمها؟ هذا تتفلسفيش، هذا مش برتقالة، هذه كلمنتينة مصرية. هاي شنو؟ يلا ماني فاهم عليها شو بتحكي يا زلمة، شو بتحكي يا عمي؟ يابا 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 دقيقة دقيقة عمي، مش هذه مال مسرحية يا جماعة الخير، والله ما بفهم عليها، شو اللي جالك هو قبل شوي؟ شو قالك؟ أنا أريد أقول لك عفوا، هاي 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 تقول ان انت عندك اولاد هاي صغار، انت هذه اولادك ما قاعدين ياكلوا. انا مش فاهم عليهم، بقول لك صرت انت تحكي لي عراقي، شو اللي بدك؟ شو اللي جابته ورمته؟ شو اللي حكته؟ فواتير شو اللي جبته؟ يا زلمه فواتير المي والكهرباء مشان الله، خلصني اطلع. اكل من الجيران، من الجيران رح جبت اكل. اقول لك شغله، انت طالج طالج طالج، روح على بغداد. انا روح يا روح ولا تمشي، بس روح على بغداد. رجعوني احجروني مشان الله يا جماعه.
والله الا اطلجش في الميه. روح وكتبوك حسنا. الو فريق طقس الوبائي يا زلمه وينكم؟ يلا تعالوا انا مكورن. بقول لك انا مكورن كل الاعراض عندي، بكح وسهل بشروط على حالي قاعد. يلا بسرعه بسرعه قبل ما يجون الدينه. شرف امك تيجوا بسرعه. اسمع فيش محل انام فيه، البنك حجز على الدار. يلا يا زلمه. ليش تاخرتوا علي؟ ايه اللي ساعه بلعب مع الفيروس انت؟ انا ليش تاخرتوا علي يا زلمه؟ هو انت يا زلمه قسما بالله عوفتنا حالنا، عوفتنا حالنا. بترمي ارقام غريبه، بترمي ارقام غريبه. هلك بدك انا نيجي ناخذك وكل الاردن صارت تعرفك. انت ما بعلك اشي، حل عنا يا زلمه. انا مكورن. انت مش مكورن. انا تترك هذا الشغل راح احط قلب السمك لاجلك. بسيطه ابو السمك، بسيطه ابو السمك. والله لا اطلجك، والله لا ارجع الفلوج واطلجك. رحت على العراق قالوا لي بدنا نجوزك شخصي، جوزوني نبيل شيء. والله لا اطلجك. وطن عوطن وطن.